اللي نالت إعجاب وتعليقات وتقدير الجزائريين هي قصة بيطري. بيطري ينشط كثير على الفيسبوك، هو من منطقة الشرق، وفي كل مرة يأخذ الحيوانات الضالة ويقوم بإجراء عمليات جراحية لهم، على غرار هذه القطة اللي كان في البنطة نتاعها أكثر من 200 كيس، يعني 200 كيس كانوا داخل بطن هذه القطة، فقام هذا الدكتور البيطري الماهر بإزالتهم وأخذ الصورة مع هذه القطة، ولقى يعني تجاوب وتعليقات من طرف عدد كبير من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. الآن